اهلا بكم حبايبي طلاب الصف الاول الثانوي مع الجزء يونت 9 والماضي التام. هنبدا مع بعض الجزء الثاني يا احلى شباب لدرس الجرامر الماضي التام. خدنا شرح مبسط للماضي التام وحلينا الجزء الاول ليسون 1 وليسون 2 من كتاب المعاصر. بنكمل ليسون 3 ليسون 4 من المعاصر على الباست بيرفكت الماضي التام. بنكمل الاسئله يا شباب. بيقول لي he always يعني هو دائما to the library when he was young عندما كان صغيرا. حد هيقول لي يا مستر always بتدل على المضارع البسيط، بس هقول لك when he was young في expression بيدل على الماضي، يبقى كلمات البريزنت سمبل الادفيربس الخاصه به بنستخدمها في الماضي البسيط كمعنى وليس كجرامر، يبقى الاجابه when عشان when he was young. نمبر 2 Sam is best have a bike when he was a teen، يبقى برضه expression بيدل على الماضي، يبقى استخدم used to. He used to have a bike when he was 18. Number 3. The lady is best taken to hospital. وهنا الجملة جاية في صيغة الباسيف. In an ambulance after the fire last night. كان في حريق ففي ناس أصيبت فهي أخذت إلى المستشفى. يبقى was taken. تمام، جاية باسيف في الماضي البسيط. طيب الجملة اللي بعد كده يا مستر بيقول لنا before، وشرحنا before لما يجي بعد before الفيرب بستخدم ing، مفيش subject، يبقى before going. Before going to bed she had finished her homework، أنهت الهومورك قبل الذهاب إلى السرير. Number 5 After I had done my homework. ماضي تام. I is best to bed. يبقى محتاج ماضي بسيط. يبقى استخدم went. حدثين مترتبين. ماضي تام حدث أول. ماضي بسيط حدث تاني. بنطلب إن أنت ترجع للفيديو الأول تشاهد الشرح وتشوف الحل بتاع الجزء الأول. Number 6 I didn't leave my office until I is best my work. Until بيجي بعدها إيه يا مستر؟ قلنا ماضي تام، وهنا قبلها ماضي بسيط منفي، يبقى هنا هستخدم had finished until I had finished my work. Number 7 سهلة وبسيطة جدا. Did you space a secretary for your office؟ طبعا بعد did باخد الفيرب infinitive، يبقى هنا find. Number 8 Is space a secretary found for your office؟ نخلي بالنا، هل وجد سكرتير لمكتبك؟ يبقى الجملة هنا ايه؟ صيغة الباسيف، يبقى verb to be في الماضي was a secretary found for your office. Number 9 My uncle didn't remember the promise. هو مش فاكر الوعد اللي كان عمله او صنعه، يبقى الوعد صنع قبل كده حدث أول. تمام، يبقى هنا هستخدم had، يبقى the promise he had made. اتفقنا first action ماضي تام، second action ماضي بسيط. Number 10 My uncle didn't remember the promise that is best made by him. طب يا مستر ما هي نفس الجملة؟ لا، احنا هنا في الجملة الأولى قلنا he، يبقى he had made، هو اللي عمل القرار، اوكي؟ لكن هنا في الجملة دي بدأنا، خلي بالك، بدأنا بكلمة ايه؟ the promise، يبقى الجملة جاية في صيغة الباسيف، والماضي التام في الباسيف عبارة عن ايه؟ had been والباست بارتيسيبل، يبقى هنا had been made، وكمان موجودة كلمة by. 11
is based into a good family from the south of Egypt in 1976. ولدت لأسرة في جنوب مصر عام 1976. يبقى استخدم was born. دائما الفعل born بستخدم was أو were born. وهنا into تيجي مع العائلة. Okay. Number 12. I didn't answer my question. I had read it carefully. يبقى had هنا ماضي تام. وعندي هنا didn't ماضي بسيط منفي. مين الكلمة اللي بنستخدمها في الفراغ هنا يا شباب؟ سامع شرح ليكو. يبقى هنا until. برافو ناس مركزة، لان احنا قلنا نرجع للفيديو نشوف الشرح المبسط اللي هو الفيديو الاول. 13. When Maryam was young. When Maryam was young. عندما كانت صغيرة. Okay. She used to space in London. Used to. قبلها عاقل. يبقى بعدها verb infinitive. يبقى live. في يعني في جمل بتبقى سهلة مش هنطول في شرحها. Number 14. She was a little girl. She wanted to be an actress. يعني وهي صغيرة كانت عايزة تطلع ممثلة. هنا a little يقصد بها صغير السن. تمام؟ يبقى هستخدم ايه؟ عندما. When she was a little. She wanted to be an actress. لو ترجمت المعنى هنلاقي كلمة عندما اللي هي نقصد بيها when. طبعا مش هقول بعد او قبل. 15. He had space left the house when it began to rain. في expressions قلنا نركز عليها يا شباب. Hardly when, scarcely when. Hardly when, scarcely when. طب no sooner معها زين. يبقى هنا موجودة كلمة when في وسط الجملة. يبقى استخدم hardly. He had hardly left the house when it began to rain. Number 16. We went to bed. We had finished our jobs. يبقى هنا ماضي تام. وقبله ماضي بسيط. مين اللي بنستخدم مع التركيبة دي؟ After يا مستر. يبقى هنا after we had finished our jobs. تمام. Number 17. The secretary finished the report before the manager arrived. قبل before باخد ماضي تام. بعد before ماضي بسيط. يبقى هنا السكرتير كان أنهى التقرير. يبقى had already finished. واتفقنا ان احنا already مش هستخدمها مع المضارع التام في وجود جملة ماضي بسيط. زي the manager arrived. يبقى هنا the manager arrived دي جملة ماضي بسيط. يبقى استخدم معها ماضي تام مع already وليس مضارع تام. نيجي على الجزء هام جدا special cases. special cases من الحالات المهمة لأنها من الحالات اللي محتاجة تركيز يا أحلى شباب. having space my home I started to watch the match. اتفقنا ان بعد having past participle يبقى having done. ليه؟ الجملة هنا active مبنية للمعلوم. طب لو كانت passive يا مستر بستخدم having been مش هستخدم having be كده على طول. تمام؟ طيب لما قلنا sooner في اول الجملة بنعمل ايه يا مستر؟ اتفقنا مع sooner مع hardly مع scarcely في بداية الجملة. يبقى had بعد كده subject. يبقى من غير ما نكمل reading هستخدم had we heard. No sooner had we heard the noise than we refused the spot. Number 20. It wasn't until. من الاكسبريشن اللي قلنا نركز عليها. It wasn't until. جملة ماضي تام. بعد كده that. جملة ماضي بسيط. Okay. It was. Wasn't until it was only when. بستخدم ماضي تام. That ماضي بسيط. تمام؟ يبقى هستخدم هنا يا مستر had done. برافو الناس المركزة معانا. 21. يقول لي is this had her dinner. She washed the dishes. طبعا عندك had past participle.
مين الكلمة اللي بناخد معاها مباشرة التصريف الثالث للفعل؟ طبعا كلمة having. بمجرد ما أنهت العشاء قامت بغسيل الأطباق، يبقى جملة having had. طيب before في 22، before ما فيش subject بعدها يا مستر، بنستخدم ايه في الحالة دي؟ ing. يبقى هنا before taking، before taking the medicine he had eaten a sandwich، يعني أخذ الدواء. تمام، he had eaten sandwich بعد ما كان أكل الساندويتش. numbers 23، ونخلي بالنا مرتبطة ب 24. okay the bus's base when I arrived at the station so I didn't catch it. محتاجة فهم يا أحلى شباب. I didn't catch the bus، يبقى الباص إيه؟ اتحرك قبل ما أنا أوصل، صح كده؟ يبقى هنا الفيرست اكشن ماضي تام، يبقى ذا باص يا مستر هاد ليفت، هاد ليفت. طب خلي بالك من 24، ذا باص از بيس وين اي ارايفد ات ذا ستيشن، نفس الكلام، لكن سو اي ديدنت مس ات، لم افتقد الباص، يبقى انا وصلت قبل الباص ما يتحرك. يبقى هنا حركة الباص كانت ايه؟ second action. ده يا مستر الايه؟ السكند، يبقى ماضي بسيط، يبقى the bus left. جملتين في منتهى الأهمية بيدلوا على الفهم. حافظ مش هينفع بس، لازم فهم، لازم فهم. يبقى الباص هنا حركة الباص كانت حدث أول، عشان كده أنا افتقدته. هنا حركة الباص كان حدث تاني، عشان كده أنا لم افتقده. يبقى the bus left في 24. 25 برضو 25 عايزك تركز، مرتبطة معاها 26. okay مستر محمد بوت ا كار افتر هيز بيس هاو تو درايف. مستر محمد اشترى العربة بعد ما اتعلم ازاي يسوق، يبقى افتر بعدها ماضي تام، هاد ليرنت من عادي يا مستر، ايه المشكلة؟ طب ركز في اللي جاية. 26 مستر محمد بوت ا كار افتر، مفيش هنا سبجكت، يبقى هستخدم برافو اي ان جي، يبقى الاجابه ليرنينج، افتر ليرنينج. تمام كده، تركيز علشان مش مجرد حفظ. 27 بيقول لي ويز بيس اسوان ميني تايمز بيفور بات لاست وينتر وي انجويد ourselves more than ever، يعني احنا رحنا كتير اسوان ولكن المره دي استمتعنا اكتر. يبقى ذهبنا لاسوان كان حدث اول، يبقى had visited. تمام had visited. 28 I had my lunch after that I spaced to bed. اتفقنا after that بمعنى before، يعني بيجي بعدها ماضي بسيط، لكن before that بمعنى after، يعني بيجي بعدها ماضي تام. يبقى انا هنا after that اخد ماضي بسيط، يبقى استخدم went. اوكي يعني احنا I had lunch after that I went to bed، حدثين ما كانش فيه فاصل زمني كبير، فاخدنا الاثنين ماضي بسيط. 29 he missed the bus because بيجي بعدها السبب، وغالبا السبب بيكون حدث اول، يبقى because او as او since بيجي بعدهم السبب في صيغه الباست بيرفكت الماضي التام، يبقى because he had got up late لانه استيقظ متاخرا ففقد الباص. نمبر 30 hardly بدا بها الجمله، يبقى بعدها had، بعد كده السبجكت. تمام يا مستر. The singer finished his song when all fans. بعد وين باخد جملة ماضي بسيط، يبقى هنا cheered يعني صفقوا، بعد ما المغني أنهى فترة الغنى بتاعته دي الناس سقفت. تمام. Number 61 he's best to prison because he had committed several crimes. هو رحل أو يعني أخدوه للسجن بسبب أنه ارتكب جرائم كتير، يبقى he went to prison
يا مستر جاية في صيغة الماضي البسيط، وبعد بيكوز باخد الماضي التام لأنه في صيغة الايه؟ السبب. 32، خلي بالك his best to prison because he had committed several crimes. ينفع أقول he went. أوكي، طب الجملة التانية يا مستر هقول he sent. لا طبعا، لأن sent يعني يرسل. هو هيرسل إلى السجن ولا أرسل؟ أرسل. يا مستر أرسل، يبقى صيغة الباسيف، يبقى هاخد was aware ومعاها الباست بارتيسول. يبقى الجملة 32 he was sent to prison. خلي بالك من صيغة الباسيف. نمبر 33 his best to sit down until he had apologized. علينا الجملة دي على فكرة في lesson 1 و 2، لم يسمح له بالجلوس حتى اعتذر. He wasn't allowed، برضو في صيغة الايه؟ في صيغة الباسيف، verb to be مع الباست participle. بيقول لي أحمد was crying because his base over. Because بعدها ايه يا مستر؟ ماضي تام، يبقى had fallen. ماضي تام بعد because أو as أو since. بنكمل يا شباب الجزء اللي هو الخاص بالإيه؟ بالunderstanding. بيقول لي هنا I went shopping. أوكي؟ I went shopping that was an hour before I started to prepare dinner. ذهبت إلى التسوق، وده كان يعني ساعة قبل ما أبدأ تجهيز العشاء. Which of the following gives the nearest meaning to this quotation. عايز الجملة اللي تديني نفس المعنى ده. هل as soon as I had gone shopping I started to prepare dinner، ولا as soon as I had done the shopping I started to prepare dinner، ولا ongoing shopping I started to prepare dinner، ولا an hour after I had done the shopping I started to prepare dinner. فكر كده. طبعا الجملة اللي هتديني المعنى أوضح والمعنى الأقرب لتردي هنا بيقول an hour after، بعد مرور ساعة من التسوق عملت إيه؟ بدأت تجهيز العشاء. نقرأ الجملة، نترجم، نهدى، نفكر، هنوصل للإجابة الصحيحة ومنتهى السهولة. Number 36 بيطلب مني هنا برضو الميننج، الميننج التفكير في المعنى. I called him so he left the office. ده معنى ايه؟ خلي بالك he had left by the time I called him، ولا he didn't leave after I had called him، ولا he left just before I called him، ولا he didn't leave until I had called him. انا اتصلت بيه عشان كده so هو مشي من المكتب. يبقى هو ترك المكتب كان امتى؟ كان بعد المكالمة. يبقى لم يترك المكتب حتى اتصلت به. يبقى he didn't leave until I had called him. افهم مش احفظ بس. 37 برضو من الجمل اللي محتاجة فهم اكتر. Having done her homework، بمجرد ما انهت ال homework she went out to play، ذهبت للعب. فين الجملة اللي تديني المعنى ده؟ هل she went out to play just before، قبل doing homework؟ لا يا مستر. طب she didn't go out to play until she had done her homework، يعني هي كده ما خرجتش غير بعد ما خلصت ال homework؟ اه يا مستر. يبقى لتربية. تمام. أترجم هلاقي الموضوع سهل وبسيط مش محتاج أي تعقيد. 38
ركز على المعنى. While drinking juice أثناء شرب العصير, Sama was chatting with her friends online. سما كانت بتكلم زمايلها أونلاين. معنى الجملة دي إيه؟ إن Sama was drinking juice ولا Sama's friends were drinking juice ولا Sama and her friends were drinking juice ولا Sama said her friends were not drinking juice. طب ركز كده. While drinking juice, Sama was chatting. مين اللي كان بيشرب العصير؟ سما. وكانت في نفس الوقت بتعمل chat مع زميلها. يبقى الجملة هنا بتقول ان سما هي اللي كانت ايه؟ was drinking juice. ما قالش ان اصدقائها. اوكي؟ يبقى هنا while drinking سما. يبقى انا هنا لما ابدأ بوايل وبعدها ing لازم يكون فاعل الجملة واحد. فمين السبجكت في الجملة؟ سما. يبقى كأني بقول while Sama was drinking juice, she was chatting. حدثين كانوا بيتموا في نفس الايه؟ في نفس التوقيت. while بعدها ing يبقى السبجكت واحد يا شباب. مين السبجكت؟ هنا في الجملة سما. 39 والجملة الأخيرة معانا feeling tired. أحمد preferred not to go to school. يشعر بالتعب, ما بيفضلش إن هو يروح المدرسة. طب what does this mean؟ معناه إن أحمد إيه؟ أحمد went to school although he was tired, يعني راح المدرسة بالرغم إن هو تعبان, ولا feeling well أحمد preferred not to go to school, أحمد صحته كويسة وما فضلش يروح المدرسة, ولا أحمد felt unwell, أحمد شعر إنه مش كويس, so he preferred to stay at home. طبعا دي الإجابة يا مستر. طيب not feeling well, أحمد preferred to go to school, هو مش كويس وعايز يروح المدرسة. طبعا الإجابة letter C, أول ما بيشعر بالتعب بيفضل عدم الذهاب إلى المدرسة. وكده حبايب الشباب نكون أنهينا الجزء الخاص بالجرامر ليونت 9 في جزء أول. أتمنى ترجع للفيديو الأول, ترجع للشرح وحل الجزء الأول, وإن شاء الله مكملين مع بعض في باقي أجزاء المنهج. والسلام ختام لأحلى شباب, كان معكم مستر ريمون ونتمنى التوفيق للجميع.